كذلك الشيخ في الحلق أو الحلقات يوم الجمعة، هل يقصد فيها قبل الصلاة مباشرة أو بعد صلاة الفجر؟ يعني في هناك شباب اعتادوا مثلا بعد الفجر. الظاهر من التحلق الذي قبل أن يحضر الناس إلى المساجد إلى المسجد لا بأس به، وأن الرسول إنما نهى عن التحلق يوم الجمعة لئلا يضيقوا على الناس الذين يأتون للصلاة. وما وقبل الفجر كما تعرف غالبا ما يأتي أحد بعد الفجر، إنه بعد الفجر قصدي، بعد الفجر في الغالب لا يأتي أحد.